أطيب 3 حشوات للبقلاوة، كاجو صنوبر أو فستق. حمص الكاجو بس ليبرد نطحنه. معلقة طعام سكر، معلقتين طعام مي تكمش، إذا لمستوها بترجع بتفتفت. مندوب السمنة، ربطة عجينة فيلو بنقصها قد الصينية، مدهن الصينية سمنة، بنحط 10 طبقات وبين كل 3 طبقات شوية سمنة، بنحط شوية سكر والحشوة، السكر اللي تكمش الحشوة، وبعدين على الوجه كمان شوية سكر، ونحط تاني 10 طبقات ومنقطعها. سمنة على الفرن. وفيكم تقدموها بأكتر من شكل. حشوة جمعوها مع بعضها هيك، بتسحبوا الخشبة بتلفوها، والفتحة بتكون على طرف الصينية. الشكل التاني مربع من ورقة الفيلو، بتلفوها بتخلوا سانتي بالآخر. هلأ بتلفوها وبتحطوا بالنص الحشوة، وكمان على أرض الصينية سمنة وعلى الوش سمنة، وبالفرن 50 دقيقة بالفرن حرارة 170، هي وسخنة بتحطوا عليها القطر الدافي، و6 ساعات لتقدموها.